ذكرى نصر أكتوبر الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقبري الزعيمين السادات وعبد الناصر. الأمم المتحدة تؤكد أن ليبيا تشهد تطورات إيجابية على الأرض واجتماع وزاري بشأن الأزمة تنظمه برلين. وفي أخبار الاقتصاد، البنك المركزي يعلن تبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات متناهية الصغر. مهما كانت التضحيات ومهما كانت تكاليف هذه المعركة هندفعها بإذن الله، ولكن لن نسلم في إرادتنا ولا في سنتي من أرضنا ولا الأرض العربية. المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا. استطاعوا بالفكر ان هم ينشئوا عدو جوانا. يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. في عيد النصر، تحية من جيل قدم وما زال يقدم أروع الأمثلة في التضحية والفداء، إلى جيل حقق النصر وأعاد لمصر العزة والكبرياء. أكتوبر 73، بقاء شعب ونماء أمة. في الذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول، كما قام سيادته بوضع أكاليل الزهور على قبري الزعيمين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر. وعقب المراسم ترأس الرئيس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، حيث قدمت تهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى النصر العظيم. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بوضع أكاليل الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر. وكان في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لدى وصوله الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة. وقام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الجند المجهول، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد. ثم قام الرئيس السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته. كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقبر القبة، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة. وعقب المراسم ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة،
حيث قدمت تهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر. وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الصلة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة. لن نستطيع الحصول على ضمانات إلا ما تقدمه قوتنا وإلا ما يقدمه استعدادنا لحمل السلاح. تقليل معركة حتمي، لأننا لا نقبل بما يراد فرض علينا. التحدي والمخاطر موجودة في كل عصر وفي كل وقت، لكن بقدرة الجيش اللي موجود في مصر ده والله لا يستطيع أحد. طب حد يفكر كده يقرب من مصر؟ التحدي الحقيقي اللي بيجابه الدول اللي في منطقتنا ومنهم مصر هو تماسك شعبها. أكتوبر 73، بقاء شعب ونماء أمة. تحدي كبير واجه الجيش المصري في التخطيط لحرب اكتوبر هو كيفية التغلب على خط بارليف الذي اعتبرته اسرائيل واحدا من معجزاتها العسكرية. وبفضل تخطيط قوي ومبهر من قواتنا المسلحة المصرية اصبح بارليف اسطورة تهاوت تحت اقدام جنود الجيش المصري. بعد الهجوم الإسرائيلي الغاشم على مصر عام 67 واحتلال إسرائيل للضفة الشرقية لقناة السويس، قامت بعمل مجموعة من التحصينات لمنع أي هجوم محتمل للقوات المصرية. ومن بين هذه التحصينات وضع إسرائيل أنابيب نابالم أسفل مياه قناة السويس متصلة بخراطيم على سطح المياه، حتى إذا ما حاولت القوات المصرية عبور القناة استطاعت إسرائيل وبضغطة زر واحدة أن تحول سطح القناة إلى نار محرقة، الأمر الذي جعل المحللين العسكريين يصفون قناة السويس بأنها أصعب مانع مائي في التاريخ. وبمهارة المصريين وبراعتهم استطاع سلاح المهندسين العسكريين إبطال مفعول هذه الأنابيب، ليأتي التحدي الأصعب لقواتنا المسلحة والمتمثل في إقامة إسرائيل ساترا ترابيا على امتداد الضفة الشرقية لقناة السويس بطول 20 مترا وبعمق 12 متر داخل شبه جزيرة سيناء، وهو ما عرف بخط بارليف نسبة إلى الجنرال حييم بارليف صاحب فكرة إنشائه والذي كان يشغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك. وكان الهدف من إقامة خط بارليف هو منع وصول الجيش المصري إلى الضفة الشرقية للقناة وفصل سيناء عن مصر بشكل نهائي. ولم يكن خط بارليف خطا بالمعنى الحرفي، ولكنه كان عبارة عن دشم متباعدة وموضوعة بعناية في أماكن مختارة تشكل فيما بينها خطا دفاعيا، ويضم 22 موقعا دفاعيا و36 نقطة حصينة تضم كل منها عددا من دشم الرشاشات وملاجئ للأفراد، إلى جانب عدد من الدشم الخاصة بالأسلحة المضادة للدبابات ونطاقات الأسلاك الشائكة ومناطق الألغام. وتم تزويد كل نقطة بعدد من الملاجئ والدشم التي تتحمل القصف الجوي والمدفعية الثقيلة وحتى القنابل التي تزن 2000 رطل. وبهذه التحصينات وبعد دراسة هذا الساتر الترابي، أكد الخبراء العسكريون لا سيما السوفيت أن تحطيم خط بارليف لا يمكن أن يكون إلا بقنبلة نووية، وهو ما جعل إسرائيل تظن أنها في برج عاجي وأن اقتحام خط بارليف أمر صعب المنال. وباتت كيفية فتح ثغرات في الرمال أحد المعضلات الكبرى في عملية اقتحام خط بارليف، حتى تفتقت أذهان المقدم باقي زكي يوسف عن فكرة كان قد استوحاها من خلال عمله في مشروع قناة السويس، وهي فتح ثغرات في الساتر الترابي باستخدام ضخ المياه. وكان للجيش المصري ما أراد، وعبرت قواتنا المسلحة قناة السويس واقتحمت خط بارليف الحصين، وانطلقت الدبابات والقوات المصرية كالسهام تنتشر في شبه جزيرة سيناء، ورفع العلم المصري خفقا معلنا النصر واسترداد الحق، ليثبت الجندي المصري أنه لا يخاف الصعاب ولا يهاب الأهوال، وأنه بحق خير أجناد الأرض. محمود إسماعيل، التلفزيون المصري. وفي إطار احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة،
تنظم هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي 13 للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2020، والذي يستمر حتى الغد ببانوراما حرب أكتوبر. يضم المعرض العديد من الأجنحة والمعروضات في مجالات الثقافة العسكرية والفنون التشكيلية والصور التي تناولت مراحل حرب أكتوبر ودور القوات المسلحة في دعم مقومات التنمية الشاملة للدولة. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، تنظم هيئة البحوث العسكرية المعرض السنوي 13 للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2020، والذي يستمر حتى 6 أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر. وشمل المعرض جناحا للكتب والمجلات والموسوعات والإصدارات الثقافية والمخطوطات التشكيلية التي تناولت حرب أكتوبر، بمشاركة وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة وعدد من الهيئات والمؤسسات المدنية والصحفية ودور النشر المصرية، بجانب إصدارات هيئة البحوث العسكرية. كما ضم المعرض جناحا للأنشطة الفنية، ضم عددا من اللوحات الزيتية والصور الفوتوغرافية والماكتات التي جسد من خلالها طلبة الجامعات والمدارس المصرية أروع بطولات جيشهم العظيم في أكتوبر عام 1973، تحت إشراف قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري وإدارة المتاحف العسكرية وجمعية المحاربين القدماء وضحايا ومصاب الحرب. واحتوى المعرض على ساحات عرض مكشوفة للأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر عام 1973 من كافة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والهيئات والإدارات. كما شارك بالمعرض جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واشتمل معرض ذاكرة أكتوبر 2020 على مسرح ثقافي فني لتقديم العروض الفنية والموسيقية والغنائية. حضر مراسم الافتتاح عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة المدارس والجامعات. تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم القائمة النهائية لمرشحي انتخابات مجلس النواب، وعقب الإعلان مباشرة تبدأ فترة الدعاية الانتخابية لمحافظات المرحلة الأولى وتضم 14 محافظة، بينما يستمر تسجيل بيانات المصريين في الخارج حتى 10 من الشهر الحالي استعدادا للتصويت في انتخابات المرحلة الأولى المقرر إجراؤها في 21 من الشهر الحالي لمدة 3 أيام. تجرى انتخابات داخل يومي 24 و25 من نفس الشهر. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة هدفها التيسير على المواطنين الراغبين في التقدم للتصالح في مخالفات البناء والاستجابة لشكاواهم والعمل على حلها، وكذلك تقنين أوضاع المباني المخالفة منذ سنوات. تلقى رئيس الوزراء تقريرا من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة حول ما تم من جهود للتعامل مع الشكاوى المتعلقة بقانون التصالح. أشار التقرير إلى أنه تم التعامل مع 3781 شكوى، وسجلت محافظة القاهرة العدد الأكبر منها. أكد الدكتور طارق الرفاعي مدير منظومة الشكاوى استمرار المنظومة في استقبال وتلقي شكاوى وطلبات واستفسارات المواطنين المرتبطة بملف التصالح، وتم فحصها وتوجيهها لجهات الاختصاص. إلى الملف الليبي، حيث أكدت القائمة بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز أن هناك بعض التطورات الإيجابية على الأرض في ليبيا منذ شهر يونيو الماضي. وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أكدت ويليامز أن السبيل الوحيد لحماية المدنيين في ليبيا هو وقف القتال والتوصل إلى صيغة توافقية بين كافة الأطراف. في المقابل أشارت ويليامز إلى أن البعثة الأممية تتلقى التقارير عن هجمات ضد المدنيين وعمليات نهب وسرقة وإحراق للممتلكات العامة والخاصة من قبل منتمين إلى حكومة الوفاق وفقا لقولها.
وفي سياق متصل تستضيف الأمم المتحدة اليوم اجتماعا وزاريا بشأن ليبيا برعاية برلين عبر الفيديو كونفرنس. أوضحت مصادر أن برلين ستطالب بوقف الانتهاكات المتواصلة لحظر الأسلحة والمفروض على ليبيا منذ عام 2011 وتعزيز دور الأمم المتحدة بوصفها وسيطا محوريا في الحوار السياسي في ليبيا. يشارك في الاجتماع الدول المشاركة في قمة برلين مطلع يناير الماضي إضافة إلى عدد من دول المنطقة. مشاهدينا الكرام، من القاهرة ينضم إلينا الكاتب والصحفي عبد الستار حديتة المتخصص في الشأن الليبي. مساء الخير يا فندم. يا مساء النور بخبر أستاذة. اجتماع وزاري بشأن ليبيا برعاية برلين، برأيك ما هي أهم النقاط التي تفرض نفسها على هكذا اجتماع والمخرجات المأمولة منه؟ يعني لمن يتذكر مؤتمر برلين الأول الذي عقد قبل بضعة شهور يستطيع أن يدرك أن مؤتمر برلين الثاني يريد أن يؤكد على ما كان قد توصل إليه من مقررات وأسباب عراقيل العرقلة أمام تنفيذ هذه المقررات. هناك طبعا بعض الأطراف التي يعني تحدت وتجاوزت اتفاق برلين واستمرت في إرسال المرتزقة والأسلحة إلى أطراف النزاع في ليبيا. أعتقد أن مؤتمر برلين يسعى إلى التأكيد على ضرورة وقف مد الميليشيات في ليبيا بالأسلحة ووقف تدفق المرتزقة إلى ليبيا وطريقة حتى إخراجهم، بالإضافة إلى الزخم الكبير الذي خلقته المبادرة المصرية التي أصدرها أو أعلنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو الماضي بضرورة تسريع الحل في ليبيا وإيجاد أجسام سياسية وترتيبات اقتصادية وأمنية جديدة لحفظ دماء الليبيين. نعم. ستيفاني ويليامز القائمة بأعمال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا كان لها حديث عن تطور إيجابي على الأرض في الشأن الليبي، شددت أيضا على ضرورة وقف القتال. كيف يمكن إلزام أطراف الأزمة المعينين بالتوصل إلى صيغة توافقية؟ يعني لا أخفي عليك أن بعض الأطراف الدولية حين تفكر وحين تصرح فهي تضع مصالح دولها على رأس الأولويات. يعني ليس بالضرورة ما تقوله السيدة ستيفاني ويليامز يتوافق ويتماشى مع الواقع ومع ما يريده الليبيون أو حتى دول الجوار. يعني هناك مصالح أمريكية معروفة لأن السيدة ستيفاني ويليامز هي أمريكية ويبدو أنها تنفذ أجندة الأمم المتحدة أو البعثة الأممية بنكهة أمريكية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. على كل حال يعني كل هذا الحديث وكل هذه الأطروحات هي جيدة وتدفع في طريق السلام وطريق وحدة الدولة الليبية، لكن لابد من التعامل مع مثل هذه الدعاوى ومع طموحات الدول الكبرى بحذر شديد بما يحفظ دماء الليبيين، يحفظ ثروات الليبيين، يحفظ حتى أمن دول الجوار الليبي. بشكرك شكر جزيل للكاتب الصحفي عبد الستار حتيت المتخصص في الشأن الليبي، كنت معنا من القاهرة، أشكرك شكرا جزيلا. لأول مرة منذ عدة أشهر قامت تركيا بسحب سفينة تنقيب تابعة لها من موقعها قبالة السواحل القبرصية. كانت هذه السفينة تقوم بالتنقيب عن الغاز الطبيعي قبالة قبرص دون موافقة حكومة نيقوسيا، وبهذا تكون هذه السفينة هي الثانية التي تسحبها تركيا من شرق المتوسط. كان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أكدوا لقبرص يوم الجمعة الماضية أنهم سيفرضون عقوبات على تركيا إذا استمرت في أعمال التنقيب في البحر المتوسط. تمكنت سلطات الأمن المغربي من ضبط خلية إرهابية تنتمي لتنظيم داعش الإرهابي في مدينة طنجة شمال البلاد. أفادت مصادر أمنية بأن العمليات جرت اليوم، أسفرت عن اعتقال 4 أشخاص من معتنقي الفكر المتطرف، كما تم القبض على أمير الخلية الإرهابية داخل منزله الذي عثر فيه على مجموعة من الأسلحة البيضاء ومعدات تستخدم لتنفيذ عمليات إرهابية. تأتي هذه العمليات الأمنية بعد شهر من تفكيك مخطط إرهابي في 4 مدن مغربية.
أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية أن ما تردد حول توجيه ضربات من أراضي أرمينيا على مناطق سكنية بأذربيجان هي معلومات مضللة. وأضافت الخارجية الأرمينية أن أذربيجان بنشر مثل هذه المعلومات تمهد الطريق إلى توسيع جغرافية الحرب، معتبرة أن الهدف من حملة التضليل الإعلامي يتمثل في إخفاء القصف الهائل الذي شنته أذربيجان على مواقع سكنية كبيرة في ناغورنو كاراباخ، ما أدى إلى سقوط ضحايا مدنيين. هذا وقد قال إلهام علييف رئيس أذربيجان، قال إن قوات بلاده تتقدم وتستعيد أراضي كان الأرمن قد سيطروا عليها في تسعينيات القرن الماضي، لكن أرمينيا تشكك في هذه المكاسب. هذا وقد أعلن مسؤولون من إقليم ناغورنو كاراباخ أن 21 جنديا قتلوا في الاشتباكات مع أذربيجان، ليصل الإجمالي إلى 223 قتيلا منذ بدء القتال. عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المستشفى العسكري الذي يتلقى فيه العلاج من فيروس كورونا بعد خروجه لفترة وجيزة لتحية عدد من مؤيديه الذين تجمعوا أمام المستشفى. كان الفريق الطبي المعالج للرئيس الأمريكي قد أكد أن حالته الصحية قد تحسنت. قدرت منظمة الصحة العالمية أن 10% من سكان العالم قد أصيبوا بفيروس كورونا. يأتي هذا بينما قالت رئيسة المفوض الأوروبية أرسولا فون دير لاين أنها سوف تعزل نفسها حتى غد الثلاثاء. قرار جاء بعد حضور أرسولا اجتماعا مع شخص أثبتت الفحوص إصابته بفيروس كورونا. وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاختبارات أثبتت عدم إصابتها حتى الآن بوباء كوفيد 19. نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة التعليم الروسية ترجيحها بأن المدارس في موسكو ومنطقتي أولانوفيسك وسخالين ستتحول إلى التعلم عن بعد عبر الإنترنت قريبة على خلفية الارتفاع الحاد في عدد الإصابات بفيروس كورونا. يأتي ذلك في وقت رجح فيه مجلس الاتحاد الروسي احتمالية غلق الحدود في البلاد مرة أخرى وتقليص عدد الرحلات الجوية بعد الارتفاع الملحوظ في الإصابات خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت السلطات الصحية أكثر من 10,000 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية. أعلنت لجنة نوبل منح جائزة نوبل في الطب للبريطاني مايكل هوتن والأمريكيين هارفي ألتر وتشارلز رايس بفضل اكتشاف فيروس التهاب الكبد سي. أشارت اللجنة إلى أن فوز العلماء الثلاثة جاء تكريما لمساهمتهم الحاسمة منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي، حين خلص هارفي ألتر إلى أن التهابا غامضا في الكبد يحصل خلال عملية نقل الدم. وفي عام 1989 نجح مايكل هوتن وفريقه في اكتشاف التسلسل الجيني لهذا الفيروس. أما تشارلز رايس فقد حلل على مدى سنوات طويلة طريقة تنسخ الفيروس، وهي أعمال قادت إلى ظهور علاج ثوري جديد بحلول العقد الثاني من القرن الحالي. أخبار المال والأعمال النشرة الثانية، أهلا بكم. تراجعت مؤشرات البورصة على نحو جماعي خلال تعاملات اليوم متأثرة بمبيعات المؤسسات العربية والأجنبية والأفراد المصريين، وانخفض المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنحو 0.6% ليصل إلى مستوى 11,080 نقاط. كما هبط المؤشران إيجي إكس 70 EWI وإيجي إكس 100 EWI متساوي الأوزان بنسب تراوحت بين 2.5% و2.2%. أعلن البنك المركزي تبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات متناهية الصغر، مما يمنح البنوك مزيدا من المرونة في التعامل مع العملاء ويعزز الشمول المالي.
وذكر البنك المركزي أن الإجراءات الجديدة تتيح للعملاء الجدد فتح الحسابات الجارية والداخلية مثل التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومي فقط، كما سيتم فتح حسابات للمنشآت متناهية الصغر وكذلك أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف تحت مسمى نشاط اقتصادي، وذلك لدى رغبتهم في فتح الحسابات باسم المنشآت والورش المملوكة لهم، الأمر الذي من شأنه إتاحة الفرصة للاستفادة من الخدمات المصرفية وعلى رأسها الحصول على التمويل اللازم لنمو حجم أعمالهم. استعرض دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تقريرا حول مؤشر مدراء المشتريات للقطاع الخاص عبر غير النفطي عن سبتمبر الماضي، وأظهر التقرير تحسن نتائج المؤشر في سبتمبر حيث سجل 50.4 نقاط، وهذه أول قراءة تتجاوز المستوى المحايد منذ يوليو 2019، كما يشير التقرير إلى صورة أكثر تفاؤلا للربع الثالث من عام 2020. أظهر إحصاء أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية عاد للنمو في سبتمبر الماضي للمرة الأولى منذ 7 أشهر، وذلك وسط زيادة في الطلب بعد تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، وارتفع مؤشر مدير المشتريات الخاصة بالسعودية إلى 50.7 نقاط متخطيا حاجز 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك لأول مرة منذ فبراير الماضي. صعدت الأسهم الأوروبية بفعل موجة من إبرام الصفقات والتفاؤل العالمي نتيجة التطورات الإيجابية المتعلقة بصحة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 7%، وربحت أسهم شركات النفط الكبيرة نحو 2% مع صعود أسعار الخام، وارتفع مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 100 بنحو 7%، كما صعد المؤشر عن داكس الألماني وكاك الفرنسي بنحو 6% و7 من 10% على التوالي. ارتفعت أسعار النفط العالمية بأكثر من 2%، مدعومة بتصريحات من الطاقم الطبي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى إمكانية خروجه من المستشفى اليوم، وذلك بعد أيام قليلة من تشخيص إصابته بفيروس كورونا. وصعد الخام العالمي مزيج برنت بنحو 3.7% ليصل إلى $40.74 للبرميل، كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 4.2% ليصل إلى $38.61 للبرميل. استعرض رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أهم المعوقات التي تواجه المستثمرين خاصة في صعيد مصر. تعهد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالقضاء على هذه المعوقات لضمان سهولة الإجراءات، وهو ما يعود بالنفع على الاستثمار والاقتصاد القومي. النهاردة أنا جاي أسمع بس من حضراتكم، لكن اللي أنا عايز أقوله إن خلال الفترة الجاية إن شاء الله هيئة التنمية الصناعية مع حضراتكم مش أجينست يو، يعني ده أكيد لكم النهاردة وده شرف. هكذا كانت رسالة الطمأنة التي بعثها رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال لقائه وأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لبحث مشكلات المناطق الصناعية في صعيد مصر وسبل تذليلها. اتحاد المستثمرين هو الدور الأساسي المنوط به هو نقل مشاكل المستثمرين إلى الحكومة في جهاتها المتعددة وإبراز الحلول للجهات دي أو المساعدة في الحلول. فكان اللقاء النهاردة هو نقل مشاكل جمعيات المستثمرين وبعض المصانع لكل الجمعيات إلى رئيس هيئة التنمية الصناعية. وكانت أهم الموضوعات وكلنا أجمعنا عليها مقر التنمية الصناعية على مستوى الجمهورية، مقر التنمية الصناعية في المحافظات ضيق جدا، عدد العمالة عدد الموظفين شوية حبة صغيرة جدا، المهندسين الفنيين اللي بدوا السجل الصناعي عددهم قلة جدا على مستوى الجمهورية خالص. في النهاردة في أكواد بتظهر في التنمية الصناعية بتوقف المسيرة، أماكنهم
واستراتيجيتهم وموظفينهم ضعيفه جدا. فبالتالي احنا لازم هو يدعم الكلام ده كله ويجعل من هذا يعني هو فعلا طلع فكره عالي جدا. قال يا جماعه ان الكلام ده عندي، الكلام ده اللي بقى الكلام ده بندرسه فعلا وهنطلع بيه. واحنا عندنا خطه بنعملها دلوقتي. هذا اللقاء وتبعاته من تسديد العقبات التي تقف أمام المستثمرين اعتبروها أنفسهم خطوة أخرى من خطوات الدولة في القضاء على التهميش الذي طالما عانى منه الصعيد وأهله، والتي ستفتح الباب أمام عديد المشروعات وفرص العمل. نقدر نخلي الصعيد ده قلعة استثمارية كبيرة لأنها فيها من الموارد والمواد الخام متاحة جدا أن احنا نقدر نعمل تنمية، فيها مواني، فيها طرق، فيها مدن صناعية مرفقة، ولكن يكون انه هيكون هناك تحديات قابله للحل، فلا بد من سرعه القضاء عليها عشان نقدر نقوي ابنائنا المستثمرين ونقدر نحد من البطاله. لقاء بين رئيس الهيئه العامه للتنميه الصناعيه والاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، لقاء بين المستثمر والجانب الحكومي بهدف التعرف على العقبات التي تواجههم والعمل على تذليلها، ما يعطي الدفعه لعمليه الاستثمار ومن خلفها الاقتصاد القومي. من مقر الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، ساره متولي، التلفزيون المصري. إلى هنا تنتهي معكم نشرة أخبار الثانية، وهذا تذكير بأهم العناوين. بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، الرئيس السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول وقبري الزعيمين السادات وعبد الناصر. الأمم المتحدة تؤكد أن ليبيا تشهد تطورات إيجابية على الأرض، واجتماع وزاري بشأن الأزمة تنظمه برلين. المزيد من sphere.eg. أشكركم في هذه النشرة الإخبارية. شكرا شكرا حسين. شكرا للسادة المشاهدين. شكرا.